عرضنا عدة تقارير حول أحداث أرمينيا في الأيام الماضية. اليوم سأعرض لكم جانب صغير عن الثورة التي حصلت بشكل لم يحصل على الكرة الأرضية في أي بلد، الثورة البيضاء التي أسقطت حكومة سيرج ساركيسيان. فلا أريد أن أطيل عليكم بالكلام، أنتقل إلى أسلوب إسقاط الحكومة بشكل سلمي ودون استخدام السلاح. هذه اللوحة كتبت عليها تحيا ثورة الحب والتضامن، هكذا كانت الثورة في أرمينيا. هذا جانب من الثورة، هذه ليست أعياد ميلاد ولا أعياد استقلال ولا أي نوع من الاحتفالات، هذه عبارة عن ثورة، هكذا كانت الثورة في أرمينيا. عشرات الآلاف من المواطنين وعشرات الكاميرات ومئات الصحفيين حضروا إلى أرمينيا لنقل وقائع هذه الثورة. هكذا تثور الشعوب الواعية. أتمنى أن يكون هذا درس
للشعوب الأخرى. 10 أيام أو 11 يوم دون استخدام السلاح، كلما هناك بدأوا بقطع الشوارع الرئيسية في العاصمة يريفان، ومنعوا حركة السير، وتجمهر الشعب مع بعض وتضامنوا. وفي اليوم 11 23 أبريل تم الإعلان رسميا عن استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج ساركيسيان. أتمنى السلام يعم على العالم أجمع. إلى اللقاء.